كلاي على كرسي الحب. أبو الغضب على كرسي الحب. الغضب والحب ينجموا يركبوا مع بعضهم ولا ليه؟ يا أخي في أي إنسان الحب والغضب، الغش والفرحة، الحزن والسعادة، إيش تحب أنت؟ ديما ربي قال لك وخلقنا كل شيء بميزان. باهي. كل شيء صح. قد هذا قد هذا. قديش فيك رومانسية؟ نحب كيما أي عبد ونكره كيما أي عبد. وتعبر على حبك وإلا ما تعبرش، مثلا لما أنت تحب إنسان. نعبر على حبي أنا بطريقتي، فهمت؟ النجم أكون نسب فيك أما نعبر لك على حبي. مش بشرطي هي نقول لك بالنوار وقلب حب، فهمت؟ نجم نسبك باش ننصحك على خاطري نحبك، فهمت؟ أنت في الحب ها تحكي؟ ما فيهوش عظم، كان باش نحكي لك على الحب النجم نصور لك شكون أنت، شهر زياد وشهر عيار، وأنا من داخل ما نحبكش. فعل الحب وكيما أي حاجة، كيما الرجلة فعل، كيما معناها تقول عبد حنين، مش والله حنين سخفني، سخفت عليه عملت له تصويرة وعملت له بيبليكاسيون، عاونته عاونه، وانت تنقول لك حنين، فهمت؟ الكلام سهل. كلاي، فما قصة مثيرة عرفتها وعمرك ما حكيت فيها. باباراتزي، فهمت؟ بابا ولد عمي، اي يظهر لي انت دوب الرون ومتنكر الاخر. اي كمل بابا. فما قصة برك. حبيت بشكل غريب، واللي حبيتها جريت وراها برشا، دمرتك، حطمتك، حبيتها بشكل أعمى، كانت حب بالنسبة لي كنتي محطم. ونزيدك زيادة الخاتمة متاع القصة، وما نسيتني في اللي كنت نحبها كان اللي معرس بها ونحبها أكثر من الأول. وباش تعرفوها الاولانيه شكون الكل، خلينا نعملوا شويه بيبليكاسيون، معناها كي بيبليسيتي وبيبليكاسيون هوني في الحوار الزوز. ورده الموت، باش تسمعوا تيتر حب نتاع البوماي كيفاش يحب. هكا استنى باش تغني عليها. الموت. ورده الموت باش تغني عليها. ورده الموت. ورده الموت باش تغني عليها. ورده الموت على الحب تحكي، قلت لك النجم نكون نسب فيك ونحبك. ورده الموت اما على الحب على الاخر. معناتها كلاي باش يغني غنايه على الحب. وباش يعرفوها شكون الاولانيه الشعب التونسي كله. حطمتك، مرمدتك وغلبتها. كلاي، فما برشا رابوريت دامسو، لاكريم في أمريكا، زادا كيف ألف يتسموا رابوريت ميزوجينيين. شو معناتها؟ عندهم عداء للمرأة، معناتها غنيته ما تحلى كان لما يقزم المرأة، لما يحطم المرأة، ديما المرأة عنده هي الضعيفة، هي المستغلة، وديما هو أقوى من المرأة. التصويرة هذه قديش صحيحة؟ وقديش التصويرة هذه راكبة عليك أنت زادة؟ شنو راكبة علي أنا زادة؟ النجم نقول أنا زادة راكبة عليك 10,000 تصويرة، أما شوفني أنا شو عملت؟ في الراب نتاعي ساعة اللي قالوا فيها كي الرابير الوحيد اللي يتكلم على الطفلة اللي شدوها بالسيف قبل، معناها في أول الثورة. ما تكلم حتى حد. الرابير الوحيد اللي معناها كي اغتصبوا البنية، اتكلم الرابير الوحيد اللي كل ما فما معناها عبد تونسي امراه ولا راجل، راني معاه. علاش التصويره انك ما تحبش المراه قاعده تلصق فيك؟ ما نحبش المراه وكبر مع 3 بنات ومعرس وعندي امراه، ما يقابلش بعض، مركبه دار. انت كي تجيب تصويره بالفوتوشوب تشوفها من بعيد فوتوشوب، معناها الخلطه اللي يكذب الكذبه هذه نساها ما ركبهاش بصحيح. انت اقرب الناس ليك هما نساء. انا من اللي عمري 11 سنه اليوم انا هذا مربيتني امراه. معناها شو تحب انت؟ قول لي انا نكره. يا اخويا تحب تخرجني نكره المراه؟ ما نحبش. نخرجني نكره المراه؟ ما نحبش. لا معناها مش انت اما اللي يقول هكا، فهمت؟ الحقيقه. اعطينا اليوم نحكيو على الحقيقه. برا اسال النساء اللي في حومتي من اللي انا صغير لكبار للصغار، يتكلمش قدامكم كلمه زاد. الكبار ريتوهوش مشعل سيجارو في الشارع قدامكم. كلاي متزوج. كلاي متزوج، جاي ما تجيش. شنعمل؟ نعيش هكاك باباس؟ لازم نعرف. شنعمل صح؟ قصة حب؟ كان زواج عن حب؟ كان زواج عن حب على الأخر، فوق ما تصور أنت، قصة حرب وحب زوز. حرب وحب؟ حاربنا وعلى خاطر حبينا بعضنا، حاربت هي مشيرتها وحاربت أنا مشيرتي، برشا حاجات. تزوجت مرتك طبيبة؟ اه
علاش تحكي مرتك طبيبه هي؟ ايش معناها مرتي طبيبه هي؟ علاش؟ لانه شنو باش تزيد هذا؟ نقول لك شنو تزيد؟ تزوجت بامراه معناها لليت لليت نساء معناها. ربي يفضلكم لبعضكم. ربي يهنيك عاش. وان شاء الله يا ربي العرس العلاقه تدوم والعشره العلاقه دائمه ما زالت باش تدوم ان شاء الله يا ربي. ونسلموا على الوالده عيد ميلادها الجمعه هذه نقولوا لها كل عام وانت حيه بخير. كل عام وكل في العوام كل حاجه بخير صح ان شاء الله. تحطيت برشا مرات في ظروف صعيبه في مواقف صعيبه. الموقف اللي باش تحط فيه توا في البرنامج موقف لا يحسد عليه لانك باش تتحط على كرسي الاعدام.